انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر مرافق وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيير رافول شاهرا مسدسه الحربي من داخل سيارته في وجه أحد سائقي الفانات في منطقة برقايل شمالية لبنان، قبل أن يترجل من سيارته ملاحقا صاحب الفان. لك هيدا هون 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 أحط الفرد فيه، شفتوا وين يا شباب؟ هيدا مرافق النائب كيف تبع الفان عم بيدوبل عنه، حط الفرد فيه. وقالت صفحة ويني الدولة التي نشرت هذا المقطع إن سائق الفان زاحم سيارة تابعة لموكب الوزير، فما كان من سائق السيارة وهو عسكري إلا أن شهر مسدسه الحربي علنا وهدد سائق سيارة الفان بالقتل متوجها إليه بالسباب والشتائم، ولم يكفه ذلك بل نزل من سيارته وتوجه إلى سائق الفان فعنفه وأذله علنا أمام جمع من المواطنين تحت شعار بد رب الضيعفي ليعود إلى سيارته ويلتحق بموكب الوزير. الفيديو أثار موجة انتقادات واسعة ممن رأوا أن المشهد تشبيح يمارسه عنصر أمني ببزته الرسمية على مواطن أعزل، إلا أن مكتب الوزير بيير رافول تواصل هاتفيا مع الجديد راويا قصة أخرى لما جرى، ملقيا باللوم على صاحب الفان الذي كان يقود بسرعة مخترقا الموكب الأمني، ما أثار ذعر المرافقين. الفان كان يمشي بسرعة جنونية، طيب يطلع من الموكب اللي حاشي السيارة، طرف الموكب شمالا ما بيخلي السيارة تمر، هي أربع سيارات ما بيخلي السيارة تمر بيناتهم يعني كحمية من الشخصية الموجودة، صار بيستعمل قوة يطلع من عندهم يعني، إلى أنه هو عم بيطلع بقى بالسيارة الوزير، قال له مرية، إلى أنه وقفوها اعتبروه إنه مسير عم بتعدى على الوزير يعني بالمعنى، فنزل صاحب الفان لما عرف إن هذا موكب الوزير فوق الجلباس واعتذر منه. وقال اوكي يعني بس الدركي مثل ما قايلين الجماعه على صفحه قايد والي الدوري مش موجود ابدا، الدركي ما حكي ولا كلمه لانه نزل طعم الصحه ونزل اشوف شو صاير، فجاب انا كيف هذه الصفحه اخذت هذا جزء من المشهد ونرسلها غير المعيار كله سوا. الثابت الوحيد بين الروايتين ان مشهد المسدس المصوب الى راس مواطن اعزل في سيارته قد وقع، وسواء اكان السبب هاجسا امنيا ام مجرد تشبيح فإن القفز بين الفرضيتين أمر ميسر في ظل الضريبة الأمنية المفروضة يوميا على الطرقات لمصلحة مواكب سعادتهم ومعاليهم. حسين طليس، قناة الجديد.